بص يا رامي والصورة كمان مرسومة بشكل بالظبط هو البوز عامل كده يا أخي على لساني جملة لو قلتها الناس هتفهمني غلط إيه؟ بس هو يعني نمرة واحد آه آه طبعا نمرة واحد <applause> فالبوز كأنه بيقول لي فاكر كأنه بالظبط بيقول لي فاكر قلت لك قلت لك وتيجي بس مثل. مع رامي إمام <applause> بص اقراها بقى كده. افتكر عادل الإمام لما كان مع شاديه ورشدي اباظه وبتاع و... ويطلع دور صغير و... ولما طلع في المسرحيه مع فؤاد المهندس والاستاذ بسيوني والحواديت دي وشوف عادل الامام الاسطوره الحياه تراكم الحياه تراكم يعني زمان قوي حد بيقول لي ممكن نبقى اصحاب طول ما فيش صحوبيه بتيجي في لحظه الصحوبيه تراكم صحيح العلاقه بيننا وبين الجمهور تراكم العلاقه والشغل علاقات الشغل ما بيننا نتاج تراكم فعادل امام قال لك لا تفكر في مثل بس, بس وسيب السوق يحطك في المكان اللي هو عايز يحطك فيه وهو السوق حطك في المكان اللي انت تستحقه بس صحيح. ومع مع رامي <applause>